لبنان بالنسبة لنا الدرجة الأولى أنا كمواطن لبناني الأصل له وقع معين بنفسي وبالنسبة لي كمواطن عماني الشعب العماني شعب كتير بيحب لبنان وشعب يعني يتمنى إنه اللبنانيين إنه يتفاعلوا ويتأقلموا ويعملوا في مسقط عمان نحن عم نشجع على هذا الموضوع يمكن حضرتك تذكري يوم اللي كان في معرض في مسقط عمان ونحن جمعنا يعني فئة كبيرة من الأخوة العمانيين النشطاء مع العارضين اللبنانيين حتى يجتمعوا مع بعضهم ويعملوا بيزنس مع بعض وهذا أمر نحن دائما وين في فرصة وين في مناسبة لتمتين العلاقة بين الأخوة العمانيين وبين اللبنانيين اللي هم عم يزوروا عمان في أوقات دائما يعني متواجدين في عمان لبنان قادم على استثمارات ولبنان يعني عم يحضر مؤتمرات لتشجيع الاستثمار في لبنان ونحن من واجبنا أنه نشارك في هذه الاستثمارات وإن شاء الله نحن مجرد ما كان هناك في فرصة حقيقية نستطيع أن نقوم في بعض الاستثمارات في لبنان طبعا هذا أمر ما لح نتردد فيه أبدا أبدا ونحن حاضرين أفضل أني أعمل استثمار في منطقتي وحاول أني ضوي على هذه المنطقة الحلوة اللي هي قطعة يعني من الجنة في قلب لبنان اللي ما حدا ضوى عليها ولا حدا قدر يعني عمل فيها استثمارات لكن أنا أسعى بالتعاون مع الأخ نبيل ومع إيدال المؤسسة اللبنانية لتشجيع الاستثمار القيام بأي من المشاريع اللي أنا بشوف فيها مصلحة للمنطقة ومصلحة للبلد في آن واحد.